هلا شباب، شو اخباركم؟ وياكم طاح الجيمز. اليوم عندنا معلومة من باشا، هو انفو جيمر، هو عبد الرحمن. شوفوا يا شباب شو قاعد يحكي. بس دقيقة، مسوي نفسه مثل مصطفى جيم اوفر، مثل احمد جيمز، مسوي شو اسمها غرفة مشتركين، وان شاء الله انزل ماينكرافت وغرفة مشتركين. اوكي شباب، يلا خليكم ويا المقطع. شوف يقول ترى يا شباب هذا كله كرييتيف، لا تكذب عليكم. يا شباب ارجع لكم. شوفوا صار بس هذا والله هذا يا شباب، شوفوا كل شيء كرييتيف من وقت ال ما اعرف شو اسمه هذا. شوفوا هنا، هنا وين السهم راح هناك، شوفوا بالفنتوري كل كرييتيف. انا ما اريد اقول، قاعد وريني وانا مالتك المطور ومالتك كله كرييتيف، صدقوني والله العظيم كله كرييتيف. هذا كذب، هذا كذب، صدقوني هذا كذب هواية. مسوي نفسه مصطفى جيم اوفر، محمد اي ار، محمد
استغفر الله العظيم يا ربي. شوف ديك المرة احنا طالعين شباب، ديك المرة اخو مصطفى شنو ايش قال اخو مصطفى؟ انت تعرف شكل الله عبد الرحمن الله لا يعطيه الصحة والعافية، قال ايه اعرف شكل الله يعني كفر. الله عليكم، هذا كفر ولا مو كفر؟ يعني والله العظيم شنو هذا يا شباب؟ استغفر الله العظيم. والله العظيم تعبت، اكو فيديو ثاني انتظروني وارجع لكم. يا شباب يا شباب بس دقيقة وارجع لكم. اول شيء هذا كرييتف، وثاني شيء شوف البلوك اللي ورا الالف والعين ورا هذا بلوكه اكو بلوكه، يعني شنو؟ يعني مستعمل كرييتف وجايب دايموند من الكرييتف، ومن الكرييتف جايب دايموند ودروع وكل شيء من الكرييتف وحاطه بمالته الصندوق. يعني شوف مالته يقول يعني اقوى واحد بالسيرفر. لو حاط اغنية التليفون الثاني يا شباب اكو واحد يكتب 60 مشترك 60 هاي 60 اكو واحد يكتب هيك. نسب خلاص والله هذا دوخني. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي. لا تنسوا اللايك وسبسكرايب وش اسمه هذا وشير وكومنتات. نزل على انفو جيمر لا يسمعوا كلام الناس. باي باي. لو اسمين شو اسمه هذاك مشاغب، اوكي انفو جيمر مشاغب، اوكي يلا باي باي.